اليوم بجوج في هذه المناسبة السعيدة. لا يخفى على أحد منكم الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة دار الطالبة سيدي حيا في محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وذلك تحت إشراف جمعية المبادرة للتنمية والعمل الاجتماعي برئاسة السيد محمد بن الشيخ، الذي يسعى جاهدا للرقي بهذه المؤسسة التي أصبحت بالنسبة لنا نموذجا يقتدى به على الصعيد المحلي الإقليمي من حيث التنظيم والتسيير والمردودية. كما لن أدع هذه المناسبة تمرض أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم ديالو لهذه المؤسسة بخصوص في مدينة تمارة ولجميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، صاحب الجلالة الراعي الأول للعمل الخيري بالمملكة. كما استغل هذه المناسبة لتوجيه جزيل الشكر والامتنان لعمل السلطات المحلية والإقليمية على رأسها عامل صاحب الجلالة نصر الله على الإقليم، ولكل الشركاء المهتمين بالعمل الخيري بما فيهم لرأسهم جمعية المجتمع المدني اللي كنشكرهم بزاف، والمحسنين اللي لولاهم كنظنش غادي نمشيو بعيد. كما وجه شكرا خاصا الى الطاقم الاداري والتربوي للمؤسسة وعلى رأسه السيدة المديرة وهذه السيدة المناضلة التي لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بهذه المؤسسة. أشكر كذلك كل الأطر الإدارية منها والتربوية على المجهودات المميزة التي يبذلونها في سبيل الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسة، فكل الشكر لهذه الأطر المحترفة فعلا المحترفة لأن الدرع الاحتراف والنتائج الممتازة اللي كتحصل عليها الفتيات دار الطالبة. كما قلت لكم بالنسبة لي أنا كنفتخر بهم لانه كيخليوني كنفتخر في الاداره. عندنا واحد المؤسسه في اقليم ديال الصخيره تماره اللي نموذج، بالنسبه لي نموذج على الصعيد الوطني ماشي حتى على الصعيد الاقليمي. هذه النتائج لم تاتي صدفه وانما هي ثمره مجهود كبير وجبار يقوم به هذا الطاقم الذي يستحق منا كل تشجيع. وما ننساش المستفيدات من خدمات هذه المؤسسه، فلولا انضباطهن واخلاقهن واصرارهن لما وصلنا الى هذه النتائج الممتازه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شكرا جزيلا. ما ننساش واحد القضيه نقول لكم اليوم بالمناسبه، هو اننا في المندوبيه بصدد تهيئ واحد المشروع، لان بالنسبه لنا احنا الفكره اللي عندنا هنا ماشي المستفيدات يجيو ياكلوا ينعسوا ويقراوا ويخرجوا. احنا عندنا واحد المشروع ديال المواكبه ديال الفتيات من التخرج ديالهم من المؤسسه. فاحنا بصدد هي واحد المشروع غادي يكونوا معنا فيه الجمعيه المسيره بالاضافه للمجتمع المدني المتدخل في هذا الميدان والمحسنين. حنا بصدد هي واحد المشروع باش نواكبوا هاد الفتيات من بعد، يعني ملي كيخرجوا من المؤسسه خصنا نواكبوهم، ماشي غير ياخذون البكالوريا وتم خارجين والسلام، وانما بغينا واحد المشروع اللي ديال المواكبه من بعد التخرج ديالهم من المؤسسه. شكرا جزيلا.